اليوم نسمع عن تقنيات جديدة في الذكاء الاصطناعي والأمان الرقمي، بس اللي صار يلفت النظر مؤخراً أنه كثير من هالتقنيات صارت تطلع من السعودية نفسها، مثل شركة T2 اللي جالسة تطور تقنيات متميزة من داخل مكاتب الشركة نفسها بالرياض والقصيم. أول تقنية عندنا هي بصمة اليد من شركة T2. فكرتها أنها تستخدم شكل كف اليد للتعرف على الشخص. طيب وش فرقها عن بصمة الإصبع مثلاً؟ أول شيء أنها ما تحتاج أجهزة بصمة خاصة ولا حتى فيس آي دي، فقط كاميرا جوالك ولابتوبك تكفي أيضا أنها تتجاوز مشاكل البصمة العادية زي جفاف الأصابع أو إذا كان الجهاز ما هو بنظيف القارئ حد، وبرضه تتفوق على التعرف بالوجه لأنها تشتغل حتى في الإضاءة الضعيفة أو حتى لو كنت لابس كمامة أو مغطى الوجه. طبعا شركة T2 اختبروها على أكثر من 50,000 بصمة كف رقمية وحقيقية، وحققت دقة تتجاوز 95%، وحتى نشروا دراسة عنها في جوجل سكولرز. تقنية ثانية والتحقق بلوحة المفاتيح الكيبورد، كل شخص غالبا له نمط كتابة خاص فيه، والتقنية هذه تحولها إلى بصمة رقمية. فكرتها أنها تعتمد على سلوك الكاتب نفسه، سرعة الكتابة وغيرها من المعايير اللي تحدد هوية نفس الشخص. طبعا الطريقة هذه تغني عن كلمة السر أو كود التحقق اللي هو الـ OTP، وصعب جدا أنها تتزور حتى لو حاول أي شخص يقلدك أكثر من مرة. وفوق كذا تحافظ على الخصوصية لأنها تعتمد على سلوكك، مو بيانات ممكن أحد يخترقها. تستخدم في تسجيل الدخول بدون كلمة مرور أو كطبقة تحقق إضافية في الأنظمة الحساسة، وتشتغل بسهولة بدون أجهزة أو إعدادات إضافية. الشيء اللي يشرف فعلا أنه هذه التقنية طوروها السعوديين في مكتب T2 بالقصيم. هي بعض من الابتكارات والتقنيات اللي قدمتها الشركة، وتعتبر شركة نفخر فيها كونها سعودية، في جانب شركات تقنية أخرى مهمة في المملكة مثل شركة هيومين اللي أطلقها سمو ولي العهد عشان تكون شركة سعودية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من ناحية خدمات الذكاء الاصطناعي وأدواتها، مثل علام 34B اللي يدعم تطبيق هيومين تشات، وأيضا لا ننسى لابتوب الهورايزن برو المصمم هنا في المملكة العربية السعودية، بجانب الخدمات السحابية والمشاريع الرقمية اللي تثبت يوم بعد يوم إن المملكة ماشية بخطى واثقة نحو ريادة الأعمال. تكلم على نظام ذكي هو يدير نفس اللابتوب مبني على الذكاء الاصطناعي، وكأول نظام تشغيلي مبني على الذكاء الاصطناعي من هيومين ونفس الأوبريتنج سيستم حقهم اللي موجود عليه. وكم كبير من التقنيات اللي قاعدين نشوفها من مختلف الشركات اللي عندنا في المملكة العربية السعودية، بل أيضا تواجد عالمي في المعارض على أساس يثبتوا هذه التقنيات وأيضا يصدروا التقنيات السعودية. هذه كلها شركات سعودية نفخر بقدراتها وإنجازاتها، والقادم أفضل وأجمل بإذن الله. وكالعادة نهاية الحلقة وكل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد.